المجلس العسكري يقول متفائلون بشراكة حقيقية مع الحرية وتغيير. تفصل الصحيفة في هذا الخبر وتقول: قال عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا إنه متفائل بشراكة حقيقية مع قوى الإعلان الحرية والتغيير وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية بإصلاح الدولة ومحاربة الفساد ونشر السلام وخلق مناخ سياسي يرسخ قيم احترام الديمقراطية للمدنيين والعسكريين. وأكد أن المجلس سيرسخ الديمقراطية ويدير انتخابات حرة ونزيهة لتسليم المدنيين كامل قيادة الدولة كما ورد في الصحيفة.